بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers amis, bonjour. أعزائي الكرام, يسعدني لقياكم في سلسلة تعلم القراءة والكتابة باللغة الفرنسية. اليوم وصلنا إلى الدرس الثامن حيث سوف نرى la lettre E. La lettre E. هذا الدرس إن شاء الله غني جدا لأن هنا عدة شرائح سوف نراها جميعا إن شاء الله وابقى معنا. لاحظوا معي جيدا هذه الصورة ماذا يوجد بها؟ Qu'est-ce que c'est? C'est un cheval. أما هذه الصورة melon melon renard ثعلب renard عيد cheval melon renard. إذن بالنسبة للكلمة الأولى cheval تتكون من كم مقطع؟ Il y a combien de syllabes? Il y a che et val. Cheval. Deux syllabes. Cheval. La kalima tania, tatakawan min kamin makta. Ledena me lan. Me lan. Iden ledena deux syllabes. Maktaïn. Me lan. La kalima talita, renard. Renard. Iden ledena re wa nar. إذن الكلمات تتكون من مقطعين. إذن نبقى مع نفس الكلمات. اسمعوا جيدا. cheval, me, lon, renard. ما هو الصوت الذي يتكرر هنا؟ cheval, me, lon, renard. إذن الصوت هو صوت e. صوت e. سننتقل لمعرفة المقاطع التي تتضمن صوت e. إذن المقطع الأول شو هل يتضمن صوت أ؟ نعم. إذن شو فال لا. الكلمة الثانية مو هل تسمعون صوت أ؟ نعم. لون هل تسمعون صوت أ؟ لا. إذن الصوت أ يوجد في مقطع مو. لدينا غ هل تسمعون صوت أ؟ نعم. نار لا. إذن الصوت أ يوجد في غ. إذن لدينا شو me re. إذن ظاهرة اليوم هو حرف e الذي يعطينا صوت e. الآن ننتقل إلى جدول المقاطع لقراءتها. لدينا ma mi mo me ba bi bo be la li lo le na ni no ne. إذن هذه هي ظاهرة اليوم. لدينا م ب ل ن. أما الآن فننتقل لكتابة حرف أ. إذن نبدأ من هذه النقطة ثم نقوم بالصعود إلى السطر الأول ثم نقوم بالدوران ثم هكذا نكون قد كتبنا حرف أ. نفس الشيء هنا نبدأ هنا ثم نقوم بالصعود ثم الدوران ثم هكذا نكون كتبنا حرف أ. إذا سوف نكتب مقطع فيه حرف أ لدينا م حرف الميم. إذن ننزل ثم ندور ثم هكذا كتبنا حرف E مع M ثم سنكتب كلمة فيها E سنكتب M لنقوم بالدوران ثم نكتب حرف E M ثم حرف اللام M لام حرف O سبق كتبنا. إذن هكذا كتبنا ملون. إذن لدينا حرف أ إذا جاء بعد أم ينطق م كمثال في كلمة سامودي. ثم لدينا
E بعد N يقرأ N كمثال كانوتون. E بعد L يقرأان معا L كمثال بيلوتان. E بعد B B biberon. عيد M ça me dit ne canotant le bulletin be biberon. Très bien. Alors encadre les mots où tu vois la lettre E. Dans la hédoma y chaque E. Thomas, ça ne dérobe les cailles ne peut pas être les kalimat la dite dans mon harf E. Et dans le dernier le kalimat O la cerise. Cerise. هل يوجد بحرف أ؟ نعم لدينا هنا سريز. إذن سوف نقوم بتأطير الكلمة. مير. إذن ليس لدينا هنا حرف أ. إذن وبالتالي فإننا لن نقوم بتأطير الكلمة. لدينا فور مي. ليس لدينا هنا حرف أ. ثم شميز. نعم لدينا هنا أ. ش. إذن شميز. سوف نقوم بتأطير الكلمة. ثم ننتقل إلى التمرين الموالي. سوليني لا لتر أ chaque fois que tu la vois. إذا المطلوب منا هو التصير تحت حرف أ كلما رأيناه. لدينا الكلمة الأولى شميني. لدينا هنا حرف أ. لدينا هنا حرف أ. أما هنا يختلف لأن لدينا حرف أ avec un accent. ثم جنو. هذا هو حرف أ. بيبورون. هذا هو حرف أ. Fenêtre, لدينا هنا حرف E, لدينا هنا حرف E. Cheval, لدينا هنا حرف E. Pelouse, لدينا حرف E, لدينا هنا حرف E. Matelas, لدينا حرف E هنا. Atelier, لدينا حرف E هنا. Renard, لدينا حرف E هنا. الآن سننتقل إلى التمرين. Entoure la syllabe où tu vois E. إذن سنقوم بإحاطة المقطع الذي يتضمن حرف أ. المقطع الأول غ. لدينا هنا حرف أ. إذن سنقوم بإحاطة المقطع. طاخ لا يوجد هنا حرف أ. بي لا يوجد حرف هنا أ. ب نعم يوجد حرف أ هنا. إذن سنقوم بإحاطة المقطع. غان لا يتضمن حرف أ. دو نعم لدينا حرف أ. فان لا يوجد حرف أ. الآن ننتقل إلى قراءة بعض الكلمات التي تتضمن حرف أ. لدينا شميني بلوز ركولي دماندي سكوري فنتر ماتلا بي rang atelier ramener atelier rahuna mercredi leçon vendredi cheval renard melon devant chemin petit retour secret. Oui, le créa. Cheminée, pelouse, reculer, demander, secouru, fenêtre, matelas, biberon, atelier, ramener, atelier, mercredi. Leçon, vendredi, cheval, renard, melon, devant, chemin, petit, retour, secret. في الأخير أشير أنه حرف أ إذا كان في الأخير لا ينطق. إذن إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أمل أن أكون قد وفقت في تقديمه، وإن كان كذلك لا تبخل علينا بترك تعليقكم واقتراحاتكم
ولايك للفيديو. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.